فانتم مستمعاتي مستمعينا كذلك مدعوين انكم تتابعوا معنا فقرتنا الثانيه فقره الصحه النسويه اللي كنهتموا بصحتكم انتم كذلك النساء لمختلف الامراض خصوصا كعاده كل يوم اربعاء تناقشوا مواضيع اللي ذات صله بالحياه ديال المراه. اليوم حاضره معنا ضيفتي الرائعه وابتسامتها المنور البلاتو بروفيسور مونزي شمس الدحال اللي توحشناها بزاف وخلاص انا جايبه اليوم خبر زوينه لان جد جوج ولادات رائعين تبارك الله. صباح النور بروفيسور شخبارك؟ الحمد لله عطيك الصحه بعدا تبارك الله جبتينا للدنيا جوج ديال الوليدات دي الحمد لله. كيف كانت الولاده مزيان؟ وحده عاديه وحده سيزاريان ما شاء الله. اذا مامون فون بيان الام والجنين الحمد لله يعني ولا دابا تبارك الله رضيع الحمد لله الحمد لله. احنا دائما معكم مسابعات اليوم غادي نناقشوا موضوع مهم بزاف الموانع الحمل وهذه الموانع الحمل اللي كنختاروا في الحالات المستعجله. شنو هي الحالات المستعجله؟ شنو هي الموانع الحمل؟ ظروف ديال الاستعمال ديالها فعاليه ديالها كذلك والتعريف ايضا ديال هذه موانع الحمل وامتى كنحتاجوا لها. كل هذه الاسئله غادي تجاوبنا عليها اكيد بروفيسور منذر شمس الدحاوي. انتم هيئوا من الان اسئلتكم مرحبا والف مرحبا على ارقام 0522 30 30 00 أو الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. بروفيسور بزاف ديال العيالات اليوم غادي يسمعوا غادي يتابعوا معنا لأن لما كنتحطوا على موانع الحمل تمضوا أسئلة كثير لأن كيوقع الخلط بزاف ديال السيدات ما كيعرفوش شنو اختاروا الموانع المناسبة لهم. اليوم غادي نتكلموا في الحالات المستعجلة. شنو تنقصدوا هذه الحالات المستعجلة وشنو هي هذه الموانع؟ اولا الاختوميه ناكد عاوتاني على ضروره دائما اي سيده في سن الانجاب ما عندهاش رغبه في الانجاب حتى هو لابد تكون تحت مانع حمل. غير واحد التذكير بالحلقات اللي فاتت موانع الحمل كيف قلنا اولا تنقترحوا دائما الاولى بالنحاسي كيف ما كانت المراه عندها الوليدات اللي ما عندهاش حتى عند السيده اللي عمرها ما ولات تنقترحوا الاولى بالنحاسي ابغي الاولى بالهرموني من بعد لا كونتراسيبسيون هرمون لا بيلول بعد استشاره طبيه تنشوفوا السوابق ديال السيده يمكننا الهرمونات المزدوجه ولا الميكرو بروجيستاتيف تنستعملوها بدون خوف بدون ما كاينش مضاعفات. بعض السيدات اللي ما خصهمش نهائيا ياخذوا موانع الحمل الهرمونيه راه معروفين وما تنعطوهاش لهم نهائيا. دونك تنأكد دائما على ضروره لا كونتراسيبسيون عند السيدات اللي في سن الانجاب حالات تكون ضروره تكون اللجوء لهاد موانع الحمل. هي الموانع الحمل ديال الحاله المستعجله هو مناول الحمل تلتجئوا لها في واحد تتكون واحد العلاقه غير محميه باش ما نتجنبوا واحد الحمل غير مرغوب فيه. هاد العلاقه غير محميه شنو هي؟ السيده اللي تتاخذ الهرمونات لا بيلول ونساتها فيما يخص الهرمونات المزدوجه كونتراسيبسيون استروبريجيتاتيف تكون نسيا فوق 12 ساعه. ايه ولا السيده اللي تتاخذ لا بيلول ميكرو بروجيستاتيف السيده اللي تترضع ولا اللي عندها السكر نعطوها لا بيلول ميكرو بروجيستاتيف هاد السيده هذه اللي نساتها فوق 3 سوايع. هاد السيدات خصهم يلتجوا هاد الموانع حنا نطرقوا لها. كذلك السيدات اللي عندهم تيستعملوا العازل الطبي تقدر تنزق في هاد الحاله خصهم يديروا موانع الحمل. وفي واحد الحالات اخرين هناك سيدات اللي تيلتجؤوا فيما تنسميوه لا ميثود اوجينو وحنا تنقترحوا عليهم تنقولوا هاد الميثود اوجينو راه ماشي فعاله كاين فيها الحمل وكاين تنحترموا اختيار النساء. كاين نساء تقول لك انا ما بغيت حتى حاجه ما بغيت لا بيلو بون تنحترمهم اون لي زاكومبان اون لي زابون مثلا كنترافقوهم اكيد بالنصيحه اسون جون عندهم خصوبه عاليه وما باغين حتى مانع حمل تقول لك هذا الشيء اللي عطى الله ما يمكنليش ناخذ شي حاجه. هاد ميثود اوجينو شنو هي تنذكرها لان تنفع السيدات سيرتو اللي تيبغيو يديروا ان بيبي. هاد اوجينو بون سي ان جينيكولوج جابوني قلقا بان البويضه تتخرج مره في الشهر وتتخرج ما بين 12 و16 ديال اون فام اللي عندها ان سيك ديال 28 دابا تنأكد على 28 لان السيده اللي عندها حقشه مضبوطات ما خصهاش تستعمل هذه الطريقه. اذا البويضه تتخرج ما بين 12 و16 والحيوان المنوي عنده اون ديغي دو في ديال 4 ايام. اذا تيقول بانه العلاقه اللي تتكون 4 ايام قبل خروج البويضه ولا 24 ساعة من بعد خروج البويضة لأن البويضة تتعيش 24 ساعة والحيوان المنوي تعيش 4 أيام. إذا باش ما نكونش حامل تناخذوا 12 دونك البويضة كتخرج ما بين 12 و16 12 تنقصوا منها 4 هي 8 أيام و16 لخرجة 16 تنزيدوا عليها نهار هي 17 دونك هاد السيدات ما تكونش ديروا علاقة محمية بريزرفاتيف ولا يحبسوا فهاد المدة هذه ما بين جي 8
يجي 17 8 و17 والسيده اللي ترغبوا في الحمل هنا تيكون عندهم علاقه مرغبه فيها ما بين 8 و17 اليوم هذا هي اوجينو. هاد السيدات هادو بعض المرات تتلف الحساب تيكون جي 7 هي دارت جي 8 فاق الصباح سي جي 8 كتمشي دير مناع الحمل. او هاد مناع الحمل كاين جوج الانواع عندها بالمناع الحمل اللي هو اللي مرغوب فيه الاول هو لولب النحاسي الوغ نرجعو عاوتاني لولب النحاسي هو هو اللي ريكوموندي اون بروميير انتونسيون اول حاجه تنلتجئ لها لولب النحاسي. علاش؟ هو فعاليته اكثر من الهرمونات 0.1 في النساء يكون عندهم حمل. هاد النساء هادو اللي تكون عندهم علاقه غير محميه اللي تيجيو عندنا الغد ليه ولا في النهار نفسو اول حاجه اللولب النحاسي الا ما تنعجب بها تنعطوا واحد الهرمونات هي لا بيلول دو لوندوما بلوس لا بيلول دورجونس حيت تقول لو لوندوما تتمشي للمراه تتقول لك تقدر ناخذها غدا. هاد السميه هادي شويه تتنقص من الفهم ديالها تيقول لك نقدروا نخدوها لا قد ما خديتوها بكري مزيان. دونك قلنا تنقترحوا اللولب النحاسي. اللولب النحاسي فعاليه ديالو تتمشي حتى 5 ايام من بعد خروج البويضه نقدروا نقترحوا 5 جوغ ولا كان العلاقه كانت في جي 12 ولا جي 10 ولا راه عندنا 3 ايام مثلا قبل و5 ايام بعد بويضه دونك عندنا 10 ايام فاش نقدروا نديروا هاد الاولاد يعني كيبقى هذا الاختيار هو الاضمن نقدر نقول الاضمن لو بلوز افيكاس و سي اون كونتراسيبسيون دو رولي سيتادير تنفعنا توت سويت وتيمكن السيده تبقى مداومه الوغ كو لا بيلول هرمونال لا كونتراسيبسيون دورجونس هرمونال هادي تنفع غير في ذاك الوقت في ذاك الوقت. الوغ قلنا بان لو ستيريلي او كويفر تريز افيكاس 0.1 ديال النساء اللي غادي يكون عندهم حمل شي افيكاسيتي راه عليه 99.9% و تنلاحظوا بان بزاف الاطباء وبزاف ديال حتى لي جينيراليست بزاف تبارك الله تيديروا تيديروا ليستيغلي هما راسهم هاد الاطباء ما تيكونوش مقتنعين بستيغلي عند السيده اللي عمرها ما حملات. دابا جميع الدراسات تطمئن ما كاينش باش نقدروا ننزلوا عند السيده اللي عمرها ما ولات اوسي ما كاين حتى مشكل. حمل خارج الرحم ماشي مرتفع على الموانع الحمل الاخرى التعفن ماشي كثر ما كاينش لو ريسك كثر قله الخصوبه يا با بلوس كو بارابور اوزوت كونتراسيبسيون دونك تنقترحوا اقل خطوره واكثر ضمان يعني السيده تكون مرتاحه اكثر معاها كونتراسيبسيون بلوز افيكاس وما تعكرش يعني في اي سيده بغات تفكر انها تدخل حمل شهرين بعد شهرين بعد شهرين بعد دونك اما تنأكد عاوتاني ما كاينش احتمال ديال حمل خارج الرحم ما كاينش احتمال تعفن اكثر ما كاينش احتمال الخصوبه تتقل فوالا افيكاس وتنكملوا سين كونتراسيبسيون دو لون كور تتبقى السيده عامله تنفعها اون اورجونس اون لون كور لا كونتراسيبسيون هرمونال لا كونتراسيبسيون دو لون دومان هاد لا كونتراسيبسيون تتكون عندها الفعاليه ديالها قد ما تخدات بكري بيتو قريبه لديك العلاقه غير المحميه قد ما تخدات الزربه كل ما احسن تكون فعاله. كاينه نور ليفو وكاينه الا وان. الوغ نور ليفو الثمن ديالها تيكون شي 94 درهم فوالا تيمكن الفعاليه ديالها 3 ايام الاولى من بعد العلاقه تتكون ديك النهار الاول 95% الفعاليه من بعد الثاني 70% والنهار الثالث 55% قد ما خديناها قد ما تتكون افيكاس لو بلوتو سخ الميور. اذا هاد السيدات اللي مثلا تيبدو لا ميثود اوجينو ولا كونسرفاتيف تنوصلهم تكون عندهم ديما ديما في الدار لان اللي خديتيها ساعتين بعد الغابور ماشي هي 12 ساعه ماشي 24 ساعه تعدي تنقولوا في حاله غلط تعتق نفسها بعد لا حالات غلط سي اون كونتراسيبسيون دو ريتراباج مي سي او لون كور ماشي كل شهر تكون ماشي دائما غير في ذاك الظرف بالتحديد باش تعتق الموقف وهي تتعتق الموقف كما قلتي اخت سميه لانه ما عندها حتى كونتر انديكاسيون يمكن نستعملوا عند السيده عندها السكر اللي عندها لوبوس اللي عندها اي مرض كل سيده تقدر تستعملوا كل شيء يقدر يستعملوا ما عندها اوكين كونتر انديكاسيون قدرت نستعمل بكري مزيان سي با اون كونتراسيبسيون دو لون كور الا دي 3 ايام قلت لي بروفيسور قلت لي من الاولى كيفاش كتستعمل هاد لا بيلول تتاثر على هذاك لو بيك دو ال اش لو ال اش واحد الهرمونات تفرز في الغده النخاميه ليبوفيز وغادي فا بيرتوربي غادي دير واحد الخلل في ديك لا سيكريسيون لا الا شي كتعطي لوفيلاسيون هي تتخرج البويضه ملي كتعطي داك الخلل شنو تيوقع اما البويضه ما تتخرجش اما البويضه كتخرج دو 3 جوغ ابخي وهادشي اللي بغينا ديفيري فوالا داكشي اللي بغينا غير وكان كتقدر تخرج بويضه 3 ايام 4 ايام من بعد
إذن خاص السيده تبقى دايره تدير لا بيل دون دوما وتدير واحد ما غنغالمون العازل الطبي حتى تجي بعد الشهريه الماجيه عاد تتبدا ديك الساعه انوطخ موان كونتراسيبسيون بيلول ستيريلي ولا اللي بغات دونك يعني ماشي تاخذ غير الحبوب وتقول صافي راه انايا محميه وراه انا في امان لا تقدر تكون بويضه تتخرج ثلاث ايام من بعد وتقدر يكون هناك نفخ تدي حرق الراس تقدر يكون تعطي بعض الاعراض تعطي الاعراض نزيف تتعطي عاود حقش تتعطل ثلاث شهرين دونك ديال السيده خصها دائما تتعرف هذه الاعراض هذه وخاصنا نعرفوا بان سي كمان اون سيتياسيون تخي زونكسيوجين كتبقى السيده كل سيمانه تدير ذاك التحليلات البوله واش عامله واش حامله اذا هاد لا بيلول داك الترقب وداك القلق على نفسيتها عاوتاني خلاص اذا سي ني با اون كونتراسيبسيون ديال كل شهر كونتراسيبسيون دورجونس مره مؤقته من بعد السيده تاخذ اون كونتراسيبسيون افيكاس وعلى طول ودائما على طول فوالا سي اون بيلول كي ني با ابورتيف ناكدوا بزاف بان ماشي تطيح للجنين كتخلي البويضه ما تتخرج وتتخلي ما خاطر الرحم ما تجيش مع تخلي ان بروبر لانيداسيون ما تقدرش يكون شي جنين بصح عندنا هذا الاعتقاد انا بزاف ديال العائلات كيفكروا هكذا نو سوني با بيلول ابورتيف سي بيلول اونتي اوفيلاتوار تخلي البويضه ما تتخرج فوالا دونك هادشي اللي قلنا اذا هادو هما بشكل عام ياك بروفيسور بشكل عام بروميير انتونسيون كنفضلوا دائما اللولة بنحاسي هذا هو الافضل يمكن وضمان اكثر كاينه وحده لا بيلول اخرى اللي يلاه خرجات يعيطوا لها عاوتاني لا بيلول دو سور لوندومان اوكي مي حنت شي حنت هاد سميتها لا بيلول دو سور لوندومان كو عندنا الحق نستعملوها هي فعاليه ديالها تبقى خمس ايام ولكن عاوتاني قد ما خديناها بكري هذا وهذه فعاله اكثر بحيث ان لو ريسك ديال الحمل تيكون غير في جوج في المية سميتها الا وان تسوى 215 للحم وعندها فعاليه مرتفعه شويه على النغليف فوالا سو سون دو دو بيلول كي سون بريسكي بدون وصفه طبيه ممكن السيده الصباح ملي تتفيق تمشي عند اي صيدليه تاخذها تعتمد لها ورقه طبيه اللي ديسبونيبل الثمن ديالها جد مناسب وتيخلينا ما تناخذوش ما تنتعرضوش غير مرغوب فيه وهذا هو المعنى من هذه القضيه كامله لان احنا كنوضحوا هذه المسائل كيقدر السيده توقع في الغلط خصوصا اللي كتبع بعض المواني الحمل غير مضبوطه بحال مثلا الحساب يعني بزاف ديال العيالات عايشين غير بالحساب ولا عايشين غير بالعازل الطبي وفي كثير من الاحيان ما تيكونش محمي 100% هنا هاد الظروف استعمال ربما شرحتيها بروفيسور ياك امتى تنختاروا هاد مواني الحمل في حالة الاستعجالية اللي السيدة كتكون مخلوعة متخوفة عندها ترقب كبير ليوقع حمل اكيد انتم مسامعاتي مسامعينا مدعوات انكم تشاركوا معنا اكيد هاد الجلسة هادي رفقة بروفيسور منزل الشمس الطحا اللي تقدر تجاوبكم على كل اسئلة عندكم اي سؤال ما فهمتيهوش في هاد مواني الحمل مرحبا والف مرحبا دائما من خلال ارقامنا 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33 او ممكن كذلك انكم تفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيال فمرحبا بكل اسئلتكم مرحبا كذلك بمكالماتكم صحه النسويه في انتظاركم واكيد حنا غادي ناخذوا اول اتصال قولوا الو السلام عليكم وعليكم السلام اختي مرحبا بك الله يبارك فيك يرحم والديك لاله الله يبارك فيك لاله مرحبا بك تشرفوا بالاسم كريم شكون معنا معك لبنى من ميدلت لبنى من ميدلت مرحبا بك يا لبنى اختي عفاك بغيت نسول جينيكولوج بغي الا سمحتوا تفضلي مرحبا بك صباح الخير صباح الخير حنا كنسموك صباح النور بارك الله فيك اختي عفاك انا كنت كان عندي واحد الحمل عادي واحد العام عافاك شويه ديال الارتباك الله يرحم والديك سمحي لي ودي وقتك لبنى راه كتهضري غير مع خواتاتك وما كاين حتى مشكل خذي نفس طويل وشرحي لنا الحاله باش بروفيسور تقدر تعاونك واخا خارج ماشي مشكل تفضلي لا لا مرحبا بك كان عندي واحد الحمل هذه واحد العام وما كانش كمل كان وصل 7 شهور وما كانش كمل ومات الوليد وما رجعتش حمل من ديك الساعه ما رجعتش حملت واخا درت يعني كنمشي ندير هكا التلفازه كيقولوا لي ما عندك والو شحال في السن ديالك عندي 20 عام دابا ما عندك حتى مشكل ما عندكش سكر ولا لا ما عندكش تداوي على حتى شي مرض غده ولا لا تداوي على حتى شي مرض لا ما عنديش ما عندك حتى حاجه كنت درت واحد العمليه ديال مثلا لز... من موراها حملت بشهرين باقي صغيره وما عندكش شي امراض زعما عندك حظوظ كبيره باش تحملي هذه سنه باش وفتي كتفتشي هذه سنه وانت كتفتشي ياك
هادي سنه وانا كان في التسعين يعني ما كيتم كاينه، ولكن دابا في هاد الساعه عندي واحد المشكل ديال ان ملي كنجتمع مع راجل كيكون عندي واحد الالم كبير كبير بزاف. انت ماشي لا نقولك انت خاصك تشوف استشاره طبيه وتقل، ما يمكنناش نشخصوا هذا المشكل ديالك. المهم اللي مزيان هو عندك كان واحد الخصوبه بعدا فايت حملتي، خاصك تشوف شي استشاره طبيه وتفتش في الوليدات، مي اون با تيرني البروبليم ما كاينش، ما خاص يكون ملف ديالها باش نعرفوا ندرسوا كثير. لان حالتها يمكن دقيقه شويه ياك بروفيسور، ولكن تبقى عند الامل لان عندها الخصوبه الحمد لله 20 عام بقى صغيره بدات في حياتها لبنى، ان شاء الله اكيد الحياه كلها قدامك والانسان ما يتوترش ويبقى مخلوع عندك وفي ترقب وحاضي، خليها في يد الله. احيانا الا خلينا الامور في يد الله ما كيكون تيسير. غادي نشوف فاصل اشاري قصير من بعد ما عندنا مكالمه اكيد، وغادي نجاوبكم على اسئلتكم على صفحتنا الفيسبوك. وديما حنا كنتكلموا وتنتحدثوا اليوم في صحتنا النسويه على موانع الحمل مع بروفيسور منزل الشمس. راجعين بعد فاصل اشاري قصير. ورجعنا معكم نواصلوا اكيد حصتنا من لاله فاطمه، ديما منسين معكم مستمعاتي مستمعينا، وصحتكم اكيد في اولوياتنا. هادشي علاش كنحاولوا نوضحوا لكم بعض الامور. انتم النساء اللي كتسالونا على الموانع الحمل، لان كل وحده وربما والاختيارات ديالها، كل وحده والظروف ديالها، وكل وحده والسن ديالها والحاجه اللي غادي تناسبها. اكيد رفقه بروفيسور منزل الشمس الضحال هي اخصائيه اكيد في امراض نساء عقم وتوليد، واللي كتوضح لنا هاد الامور هذه كامله. فإلا عندكم اي سؤال مرحبا بكم من خلال ارقامنا 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. كذلك نشكر كل من كيدخل اكيد على صفحتنا الفيسبوك وتبعتنا بالمساجات ديالو اسئلته. معنا مكالمه ناخذوها وكذلك نقرا بعض المساجات. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، مرحبا بك استاذه الكريمه، تحيه صادقه من العيون. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا، مرحبا بك. تحياتي لك وتحيه للدكتوره الكريمه، هذا كحل عيون استاذه الكريمه. اهلا استاذك كحل عيون، تفضل. بارك الله فيك. السؤال ديالي هو كالتالي: استعمال اقراص ووسائل منع الحمل بالنسبه للازواج الجدد، الا ترى يا استاذه الكريمه هذا كيشكل واحد التعطيل في الانجاب؟ هاد السؤال كان تطرح وعاوتاني تطرح دائما. موانع الحمل الهرمونيه كتوصف بعد استشاره طبيه، تنشوف واش ما كاين حتى مشكل، واش كاين بعد الخصوبه مزيان، واش كاين شي مشكل ديال جلطه في الدم ولا شي حاجه. عاده تنجي حتى تكون الخصوبه مزيانه عاده نقترحوهم وتنوصفوهم. عمر مانع الحمل ما حبس حدود الخصوبه، هذه دراسات تطمئن 100% بانه داك النساء اللي تعطلوا من بعد ما حبسوا اقراص الحمل كان عندهم مشكل اخر. بذلك خص دائما تكون استشاره طبيه قبل ما نبداو. حتى بعض المرات السيده كيكون عندها تكيس المبيض ولا اندوميتريوز بطانه مهاجره، تكون عندها ولا فيبروم، كيكون عندها مشكل في الخصوبه وهي ما عارفاش، وهي ما عارفاش، وكتاخذ لا بيلول سوغ ان يوتيروس عامر بالفيبروم مثلا، ومن بعد 6 سنين بعد عاد تاخذي لا بيلول وكتربطها بحبوب الحمل لانها هي المسؤوله نهائيا. حبوب الحمل ما عندها حتى علاقه مع الخصوبه سيدي، السيده الشهر الاول ولا الثاني تستشعر الخصوبه ديالها. وحنا كنقولوا قبل اكيد ما تختار هذا النوع ديال حبوب الحمل استشر مع الطبيب ديالها ولا غادي يعطيها النوع المناسب ليها. اذا كان هناك مكالمه ناخذها ولا نقرا مساجات. كاين مكالمه. الو السلام عليكم. الو صباح الخير. صباح النور اخت سميه. اهلا وسهلا لاله، مرحبا بك. بارك الله فيك، شكرا. نسأل الدكتورة واحد السؤال خارج على الموضوع إذا كان ممكن. ما كاين حتى مشكل، تفضل غير بالاسم كريم إذا سمحتي. سلمى من الدار البيضاء. سلمى من الدار البيضاء، مرحبا بك سلمى، تفضل. بارك الله فيك. بغيت نسأل الدكتورة، أنا عندي كانت كيجوني لي غايكيت في 25 وهاد الشهر جاو لي في 11 وما عرفتش كان عندي شي مشكل ولا شي حاجة، ما عرفتش. شباب. حنا تنفضل تكون اسئله اللي نقدر كندفع فيها، باسكو الملفات الطبيه خصنا نشوفوها كلها، وتنشوفو كيفاش نسولو على حق الشهر الاخر اللي باش نو كتاخذ الدوايات. ما يمكنليش نفعك هكذا سؤال، الملف الطبي تكون كامل. اذا عندها هذا المشكل هذا فبغات تعرف شنو ديال هذا بزاف المسائل، الوزن ديالها، واش كان ان ستريس، واش واخده دواء اخر، اش من موانع حاب كتاخذ، السن ديالها، فوالا.
طيب شكرا لك يا سلمى على الاتصال وتحيتنا لكم اكيد مستمعتي مستمعينا. غادي نمشيو نقراو بعض المساجات. هذا جمال بروفيسور تسالك تقول لك من العيون وكنحيوا الناس ديالنا ديال العيون اكيد تقول لك انا بغيت نسولكم، انا متزوج وما كنستعملش حبوب منع الحمل، يعني بالنسبه للزوجه ديالو كنمارس مع زوجة ديالي عادي، ولكن لما كنحس انا بالقذف كنقذف في الخارج. واش ممكن تحمل بهالطريقه وشحال هي نسبه حدوث الحمل؟ ديجا تري بيان تبارك الله، وانا كنشكرو لانه مهتم اكيد بهذه المساله هذه تيدخل هذا السوق ديال منع الحمل، لان تنشوف في المجتمع ديالنا هذا مشكل ديال النساء بوحدها، ديال المراه بوحدها اللي كتحمل المسؤوليه. تنحيوا هذا السيد اللي تيدخل السوق لا كونتراسيبسيون، لانه كاينهم بجوج كزوجين بجوج بروجي لا كونتراسيبسيون بحال الانجاب سي ان بروجي ديال لو كوبل. الوغ ليجاكولاسيون دو كوا تانترومبي، هل دو كوا تانترومبي ماشي فعال بزاف؟ فوقاش نستعملوه؟ نستعملوه اللي ملي تيكون لاريفي دان بيبي وهذا سي ان كوبل جون، ملي تيكون مشروع الانجاب كاين واحد اليتا امبريونير تيروح لا جا شي بيبي ماشي مشكل، ماشي مشكل، ولكن ماشي فعال. لانه افون لاجاكولاسيون كيكونوا كيلكو سبرماتوزويد يقدروا يمشيو في لاغلير سيرفيكال وتيمشيو لوفيلاسيون وتيفيكوندو قبل لاجاكولاسيون سي سي بوسيبل. يقدر يوقع حمل يكون هناك ولو يكون قد خارج واخا يكون قبل ليجاكولاسيون يبوت يافوار دي سبرماتوزويت يقدر يكونوا يسوفو تسرب تسرب قبل ليجاكولاسيون. دونك هذا ماشي فعال، تيديروه الناس اللي الا كان كيكون عندهم واحد مشروع الانجاب كي الى جاب عند الله مرحبا به، ولا ما كاينش مشكل، ولكن الناس اللي ما عندهم الوليدات اللي بغاو وتنشوفوا دي درام فاميليو بارفوا تيكون ثلاثة ولا أربعة كيبقى حمل غير هكذاك ما تعرفوش، ماشي فعال. الحدود راه تبقى جوسكا 10% ديال الحمل ماشي فعال. هو تيطلب شي نصيحة بروفيسور مثلا؟ شوفي نصيحة إلا كان لو كوبل جون ما عندوش مشروع توت سويت يدير هذا، إما الأولى بنو حاسي كيف قلنا اللي ما بغاوش يتخوفوا باقي الناس تيخوفوا منه مي بشوي بشوي غادي يقتنعوا به، يدير هذا الهرمونات لا بيلول دو دوزيام جينيراسيون ما كاين فيها حتى مشكل، تيكونوا مستعدين للانجاب ديك الساعه نحبسوها ديك الساعه الخصوبه تترجع تسويت ان شاء الله. كنشكرك كثير بروفيسور، انا كدويتي على هذا السؤال لانه فعلا بزاف ديال الناس غاديين كذلك على هذه الطريقه هذه علاقه ماشي مضمونه 100%. زهره بعثتنا ميساج كتقول لك زهره السلام عليكم اول شيء من فاس، الله يجازيكم بخير، انا بغيت نعرف علاش ملي كناخذ حبوب منع الحمل كتاثر على الثدي ديالي وكنحس بالم شديد، فابغى تعرف السبب. هادو من الناس اللي تيسكو عندهم الغوتونسيون دو تي لا بيلول اللي خدات ذاك النوع ديال الهرمونات ما وافقوهاش، فهاد الحاله تندوزو اون بيلول دوزيام تخوازيم جينيراسيون حتى كتلقى اللي تتوافقها وتتجمع. حنا معكم ديما مستمعاتي، ربما كاين اتصال ناخذو. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو صباح الخير. الو صباح النور. صباح النور سيدي مرحبا بك. بخير على خير الله يجازيك بخير. انا ماشي باغي نسول سؤال وانما باغي نقدم واحد الشهاده في حق الدكتوره. تفضل سيدي مرحبا بك. مرحبا. وي بروفيسور منزل صبا. بونجور. وي معك عبد الله من كازا، الزوج ديال كراتيف كوتر. مرحبا بك. صبا كلشي بخير. مرحبا بك سيدي لاباس عليكم بخير. وليداتك كوتر لاباس عليها؟ لاباس الله يبارك فيك. احنا كنشكروك دكتور على هذا البرنامج. مرحبا بك. وكنتمنوا لك التوفيق. الله يبارك فيك. وحنايا بغينا نشهدوا في حقك واحد الشهاده بانك انت سيده الله يعمر هذا. واكيد هادشي ما نختلفوش عليه خويا. وحنا من 2007 تقريبا وحنا معاك وما شفنا في الا الخير، ولدي الثاني تزاد عندك وبين يديك. ما شاء الله ما شاء الله. كتعتبري الام ديالو الثانيه وحنا كنفرحوا بالدكتوره من كل شيء. الله يطول عمرك سيدي، سان فا ديريكت او كور، ميرسي بوكو. الله يحفظك زوين. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا بكم سيدي، مرحبا. شكرا. شحال من حاجه الله يجازيك. الله يبارك فيك. الله يكثر خيرك وشكرا على هذه المبادره الطيبه انك خديتي التليفون وعيتي ستوندار باش تقول هذه الكلمه في حق البروفيسور، واكيد هي غنيه عن تعريف واكيد ما شاء الله عليها. شحال دابا تقريبا ديال الوليدات كذا وصلتي؟ ما بقيتيش كتعقل شحال ديال وليداتك ما شاء الله. الله يجزيهم ويحفظك. وحنا هذا شرف لينا الحمد لله. انا دائما في لاله فاطمه كنشوفوا الناس الاختصاص واكفاء في المجال ديال الطب الحمد لله، وعندهم ثقه كبيره والدليل هو محبه الناس لهم. غادي نمشيو ناخذ مكالمه ثانيه. الو السلام عليكم. الو اهلا وسهلا لاله، مرحبا بك. وعليكم السلام. شخبارك؟ مرحبا لاله، مرحبا بك. اختي انا دابا 5 سنين باش مزوجه
وما كناخذ لا فانيل لا والو وباقا ما. وشحال السن ديالك؟ دابا عندي 23 عام. 23 عام، 5 سنين باش نتزوجها، وعندك علاقة عادية مع راجلك ما تيسافر؟ لا معايا ديما. معاك دائما وما عندك حتى مشكل حريق ديال العادة الشهرية ولا تتعطل عليك؟ عندك اوجاع؟ وما كتعطل عليا بالشهر. دابا راه دابا فات وقت بزاف. ودرتي استشاره طبيه؟ مشيتي عند شو تيقولوا لك؟ واش كيقول لي؟ وخاصك تمشي عند اطباء تيعملوا واحد المساعده، يتكلفوا بمساعده على الانجاب، وخاصك في هذه المسائل هذه. راجلي عنده واحد المشكل. ايوا ديك عندك مشكل انت ديال الخصوبه، اذا انت خاصك تمشي عند الطبيب ديالك ودير الملف ديالك، حيت بالهاتف تنعطيو غير نصائح في هذا الموضوع بالضبط. غادي هذا موضوع كبير، خاص ليه رسائل اكيد واستشاره وجلسات بزاف باش نعرفوا فين كاين المشكل، باش نفعوك بالهاتف. فاكيد هي كتنصحك بروفيسور باش تكوني اكثر اطمئنان وترتاحي انت نفسانيا، تبقى سير عند الطبيب. طبيب مختص ويشرف على الحاله ديالك، وان شاء الله ما يكون غير خير ويجب الله التيسير. حنا معكم ديما مع المساجات اللي كتوصلنا. غزلان كتسالك بروفيسور، الله يخلي لك، بغيت نسول انا واش دقه اختبار الحمل المنزلي صحيحه وفعاله؟ هذاك التست اللي كنديرو ديال الدار، اختبار الحمل. اختبار الحمل واش فعال ولا لا؟ وهي دابا تتقول لك هي كتاخذ منع الحمل خاص بالرضاعه وخايفه من الحمل، علما انها كترضع رضاعه طبيعيه والوليد ديالها يلا عنده 5 شهور. عنده 5 شهور وشنو تدير كم كونتراسيبسيون؟ كتست كتاخذ منع حبوب الرضاعه خاص بالرضاعه. هذيك حبوب الرضاعه الا خداتها في وقت مضبوط ما تفوتش واحد الباتمون ديال 3 سوايع وكتردع مزيان، الرضاعه راه تتحمل السيدات شحال هادي، راه كانوا الوليدات كاين بيناتهم 3 سنين يعني عامين كتبقى تردع مزيان كتبقى بون. كدنا انا محميه وهي محميه، دونك هاد السيده محميه غير المشكل ديال الحبوب الرضاعه تتمشي حق شهر مره، وكتبقى السيده كل ساعه تدير تيست دو غروسيس. فهاد السيده هادي احسن وسيله لها هي اللولب، اللولب تيحميها ولا ما جاتهاش حق بان انها راه غير رضاعه. تكون مرتاحه اكثر، لان باين لي انا مخلوعه كل مره تدير داك التيست ديال الدار. من الاحسن دير اللولب، هو فعال اكثر من الهرمونات، وما كاينش ديك الساعه خصك تنسى ساعه ولا ساعتين ولا 3 سوايع تطمئن. الى ما كانش مستعد الاولى تبقى تاخذ الهرمونات ديالها ميكرو بروجيستاتيف اغ فيكس وتنسى، ما تبقاش كل ساعه دير البيبي راه باغي يجي شافيك تو سا. طيب حنان كتسولك بروفيسور، كتقول لك انا عندي 40 سنه عندي 2 وليدات وهادي عامين ما وقع لي حتى شي حمل، علما اني ما تناخذ حتى شي مانع حمل. مع العلم ان الدوره ديالي منتظمه، فبغيت رايك دكتور. واش عندها انجاب ولا ما عرفتش واش عندها؟ 2 وليدات. لا عندها رغبه في الانجاب ولا يمكن؟ لا كان رغبه في الانجاب خاصها دير لو بيلون التحاليل والتحريات اللي خاص باش دير ان بيبي، واقرب وقت احسن لان عندها 40، فوق 40 تنقص الخصوبه وتيكثروا لي كومبليكاسيون ديال الحمل. ديال الحمل؟ اذا خاصها دير تحاليلات وتحاليل، ولا ما كانش عندها رغبه خاصها دير كونتراسيبسيون، لانه الحماله كتجي في واحد الوقت اللي فوق 40 ارتاز يقدر يكون حمل. دونك هاد السيده اما عندها مشروع الانجاب تمشي ديريكت دير لي زيكسبلوراسيون تفتش في ام بي بي، اما ما عندهاش مشروع دير كونتراسيبتي افيكاس، لان من بعد 40 تقدر يكون حمل. واخا عامين ما حملاش تقدر، الحمله كتجي في واحد الوقت اللي حتى حد ما تينتظروا. دونك تختار. طيب بروفيسور، مساج ديال سناء تتسولك تتقول لك حاله تمزق العازل الطبي اثناء المعشر الزوجي وفتره ديال القذف، واش ممكن تقدر تاخذ داك الحبوب اللي قلتي في الحاله الاستعجاليه مفيده لها بزاف؟ هي الحاله اللي تاخذ فيها الكونتراسيبسيون هرمونال ديورجونس، حيت تقدر يوقع حمل وبالتالي هذه هي الحالات اللي هذه الحاله اللي حنا نصحنا بها. حنا ديما معكم مستمعاتي، غادي ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا لالا، مرحبا بك. بارك الله فيك اختي، بخير الحمد لله، تفضل. اختي بان نسول على دابا انا عندي بنيه عندها 7 شهور وكناخذ مال الحمل، وخا كناخذ كتجيني عليه العاده الشهريه. ماشي مشكل، تقدر يكون عاده شهريه كتجي كتقدر تمشي، لكن انت كترضعي مزيان ما تعطيش لو بيبغون؟ لا كنعطيها الرضاعه طبيعيه. رضاعه طبيعيه. ولكن
هذه ما تعطلت عليا من العيد الكبير حتى لهذه السيمانه دابا عاد جات. تقدر تعطل، كتقدر تمشي بمره سورتو الا كنتي كترضعي وكتاخذي منع الحمل الهرمونات، تقدر تمشي بمره. ديالي كنساه بزاف يعني كنت ولات ناخذ الصباح كناخذ جوج. لا عندك، عندك ثلاثه السوايع ديال باش تنسي. انت في هذه الحاله هذه سورتو كتكون عندهم ان بيبي ومشغولين وتينعسوش مزيان تيقدروا ينساو. ديال المانع الحمل هو الاولاد، الا ما قدرتيش تحترمي الاوقات عندك غير ثلاثه السوايع اكثر، ماشي الغد ليه 12 ساعه بزاف. بهذه الطريقه هذه هي اللي تيحملوا، يقدر يوقع حمل هنا، وهذا الشيء اللي قلنا هذا الموضوع ديال الحمل الاستعشاري. وما يمكنلكش فيما تنساي تاخذي كونتراسيبسيون. حيت كاين اللي راه كياخذوا دوبل في النهار الثاني. لا تندوي على هذه السيده ما يمكنلاش تاخذ هذه الهرمونات اللي هضرنا عليهم كل ساعه كل ساعه، باسكو غادي تخربق لو سيكل ديالها وغاتستريسي كل ساعه، هي تعطلات التحاليل تتوتر وتتخسر الفلوس كثر لانك تحليل الحمل. ديروا كونتراسيبسيون افيكاس هذه السيده اللي تنسى هي الاولى، ولا تاخذ الهرمونات ديالها في الوقت، في الوقت ديالها. حنا ديما معكم اكيد بروفيسور، راه واضحه هذه القضيه هذه، الاولى كيبقى من افضل الاختيارات، الانسان ما بقاش علاش يخاف. السيدات عندهم ديما ديك الفكره مغلوطه في الدماغ ديالهم نتيجه واحد الثقافات خدينا عليها، الوغ كو هذاك هو الامن احسن احسن طريقه اللي تقدر تختارها وتبقى مرتاحه. اون اورجونس اون لون كور. طيب غادي نمشيو ناخذ مكالمه اخرى دائما على رقمنا 0522 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. رفقة ديما البروفيسور منزل شمس الضحى اخصائي طبيبة نساء عقم وتوليد. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم لاله، مرحبا بك. وعليكم السلام، كبارك معك يا مريم من مكناس. اهلا يا مريم من مكناس، مرحبا بك. الله يبارك فيك وكنشكركم بزاف على البرامج ديالكم. الله يعطيك الخير مريم، مرحبا بك، تفضل. الله يخليك. بغيت نسول الدكتورة، انا خلاص ولدت وديما كتكون عندي ولادات بريماتوري، دونك بغيت نسول الدكتوره يعني شنو اللي من الاسباب اللي كتعطيها هكاك الولاده هكا مبكره. غادي ان شاء الله تكون ندير واحد الحلقه على الولاده المبكره، وغادي نهضروا في هذه المسائل حيت كاين بزاف الاسباب، بزاف الاسباب. نعم. كيف قلت لك الملف خصو يكون، واش عندك مشكل ديال فم الرحم محلول، واش عندك مشكل ديال مالفورماسيون في الرحم، واش كان عندك توام، واش كان تعفن، كاين سبب كثيره. واش كان عندك مشكل ديال فم الرحم؟ الطبيب نتا تمشي عنده تيعبر لك فم الرحم بهذا كيكون عندي خلاص كل شيء مزيان، غير انا يا غير كنوصل ديك 4 شهور تيبقى يجيني شويه الوجع، يعني كيكون عندي ذاك الوجع ديما متكرر. في الدازه الاولى وصلت حتى لديك 6 موا وكان نشف ليا الجنين. كاين بزاف الاسباب، نشف الجنين سافو ديغ كو المشكل ديال لو بيبي هو ما بقاش تيكبر. وكيكون خلاص كيكونوا عندي ضعيفين، هو عاوتاني الدم ما بقاش كيوصل الجنين مزيان. هذا مشكل ديال لا سيركيلاسيون دو سون، بتيت طلعت لك لا تونسيون. نو لا تونسيون كانت عندي مزيانه. خاصك دير اون اكسبلوراسيون اون دور دو لا غوسيس، خارج على اللحم دير اون ايكوغرافي وشوفوا لا تاي ديال الرحيم ولا تاي فم الرحيم. والوليدات بعدا عايشين بخير وعلى خير ياك؟ نو الوليد خلاص عاش ليا دابا راه عنده شي 4 سنين، مي البنيه بقات لي حتى دارت 10 شهور ومات ليا خلاص مغصبيت، يعني بدون ما كانت شي سبب، يعني تات ولدات وعاشت لي ودارت دي موا وما خاصك تشوف الوليد لاباس عليه 80 ياك تيتمشى تيتحرك تيقرا كلشي مزيان. مزيان الحمد لله كلشي زعما. خاصك دير تحاليل. حتى هي كانت مزيان. مغصبيت ماشي ولا بدا لا بريماتور. يعني مفاجئ داك الشيء، رجع مشيت لا كلينيك وداك الشيء قال لي مغصبيت. دير هذا خاصك تشوف مع الطبيب ديالك، احسن حاجه هو تبقى مع نفس الطبيب صافي، كتبقى مع نفس الطبيب تكون عارف الملف وعارف ليستواغ وعاش معك كل ليزيفينمون وليفوليسيون. شوف الطبيب ديالك هو اللي ميو بلاسي باش يعطيك الراي الصائب لالا، زي هو يعطيك الراي الصائب ويقول لك واش خصك عندك شي تحاليل ولا دي غاديو ديرهم خارج على الحمل. داكوغ يلا شكرا بزاف وان شاء الله الله يفرحك والله يجبك لي فعل خير. وحنا ديما معكم مستمعاتي اكيد كنستقبلوا مكالماتكم. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، موانع الحمل ودائما دروس الاستعمال ديالها والفعاليه ديالها. عندكم اي سؤال في هذا المجال مرحبا بكم، او اي سؤال بغيتوا تستشروا من خلال البروفيسور شمس الضحى منزل مرحبا والف مرحبا على ارقامنا ديما 0522 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. غادي ناخذ اتصال بعد مريم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله، صباح النور.
صباح الخير اختي. انا سميتي امال من مدينه الجديده. اهلا يا امال، مرحبا بك. بارك الله فيك اللي اختك. تفضلي دكتوره عافاك. صباح الخير. انا دابا كمان من الحبوب ولكن ما بقيتش كنحس براسي هي بي، يعني وليت معصبه وليت تدي ديولي كيضروني. ودابا سمعت دكتوره تهضر على الاولاد، واش الاولاد احسن من ايه؟ لا لازم، ما عندكش الوليدات ياك؟ انا عندي وليد عنده 5 سنين وليد عنده عام ونص. حفظهم لك. لولا النحاسي هو احسن مانع الحمل على الله كيف قلنا دائما، لان ما فيهش ما عندوش هاد الاعراض هذه اللي تقول هذا تبقى متوتره وانتفاق في التاليف وتزيد في الوزن، تبقى عندك كاليتي دفي واحد تتعيش حسن افيك لا بيلول، وما عندوش مضاعفات. قليل النساء غادي يكون عندهم نزيف كثير كنعطيهم الدوايات، ديك الساعه ما يستحملوش عاد تندوزو لولا بالاخر. احسن مويان كونتراسيبسيون سورتو عندك هاد الاعراض هادي هي تشوف مع الطبيب ديالك باش يدير لك اللولب احسن. مرحبا لالا، مرحبا بك. تعب لميا بعثت لنا ميساج بروفيسور تقول لك الله يخليك، بغيت رايك بروفيسور. انا دابا كنرضع وكناخذ واحد حبوب مانع الحمل خاص بالرضاع، باغا نعرف واش هذا مانع الحمل مزيان، علما اني تقريبا الوليد ديالي 6 شهور وعندي 2 وليدات متاليين، يعني ديك القضيه اللي قلتي واحد مر واحد، وانا خايفه دابا الا وقع لي شي مشكل، خصوصا كندير الترويض الطبيعي صحتها ما مساعدها شوي الحمل الثالث. شو تقدر تنصحها بروفيسور؟ واش هذا صافي كافي تقدر دير؟ هو الاحسن لولا بلي بلوز افيكاس، وكنعرفوا بان هذه الكينه هذه ديال الميكرو بروجيساتي ديال الرضاعه محده تنبعدوا من الحمل محده الي دو موان زو موان افيكاس. دونك لا ميور كونتراسيبسيون لا بلوز افيكاس هي اللولب. هي اللولب خصوصا لان ظروف صحيه وما منتهياش، 2 وليدات متابعين. احسن اللولب، احسن حاجه هي اللولب باش تكون مرتاحه. غادي نمشيو ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب بروفيسور، ربما قربنا نوصلوا، بقاتنا دقيقه ياك. كخلاصه بسيطه نقدروا نختموا بها موضوع حلقتنا باش يبقى الفكره راسخه في عقول هاد النساء كاملين، وكذلك كنهنئوا حتى الرجال اللي كيتواصلوا معنا في هذا الموضوع، لان خليتها كيهمهم بجوج كزوجين معاه المشروع انجاب، فهو كيهمهم بجوج رجل والمراه. فكنصيحه نقدروا نختموا بها موضوع حلقتنا اللي سنوجهوا للسيدات، هما انهم دائما كيف قلت لك السيده اما عندها رغبه في الانجاب ضيعونها، اما ما عندهاش رغبه لا كونتراسيبسيون، ما كاينش سيتياسيون ما بين هاد جوج. السيدات اللي ما عندهمش رغبه في الانجاب خصهم اون كونتراسيبسيون فعاله افيكاس، سورتو الا كانوا باقي صغار تحت 40. لا كونتراسيبسيون دورجونس سي اون كونتراسيبسيون دو ديباناج، غير تنديبانيو بها ماشي اون لونكور، ماشي على طول المدى. فعاله قد ما كان مقتربين من العلاقه المحميه قد ما كانت فعاله. ودو بروميير انتونسيون الاولى بالنحاسي سي لو بليز افيكاس، وتيمكننا نخليوه بلا كونتراسيبسيون عاد على طول المدى. اي فوالا، والسيدات اللي عندهم هاد لي بتي موايان كونتراسيبسيون دو غون مير يكون عندهم دائما واحد لابيلول في الدار سكور سكور. فوالا، يعطيك الخير بروفيسور شمس الدحابون زي الاخصائي طبيبه النساء اقم وتوليد، ودائما منورانا وديما كتعطينا كل افاده، وان شاء الله يكونوا مستمعات خذوا فكره وخذوا كثير ديال الاجوبه على بزاف الاسئله اللي كتوصلوا اكيد.